وقلت لي ان استاذ محمود رضا طول الوقت كان مصر على النطق ده اللي هو بالظبط. النطق بتاع العاميه المصريه. انتوا بتقولوا لي راقص ليه؟ احنا انا بشتغل بنتكلمش رقاص. لغة عربية، كان يقول كده ليه بقى؟ عشان هو شايف احنا يعني ليه الناس عايزة تغير. يعني لما انا اقول انا راقص انا كده، يعني الموضوع نظرة اختلف. المجتمع هتتغير او شكلي نظرة المجتمع، يا ساتر. بالظبط، يعني كده شكلي. فدي الحقيقة، دي اللغة المصرية، وهو كان معتز باللغة المصرية جدا، واحنا بنشتغل رقصين وده كويس. طبعا. اصل ايه العيبه؟ هو انا بعمل حاجه عيب لا سمح الله؟ لا انا بقدم فن جميل ورائع، وبعدين ده انا بفيدكم لان انا بجيب لكم كل تراثنا المصري. يعني مش انا يوسف طبعا، انا بتكلم بلسانكم يعني، بس حد يفتكر ان انا اللي جايب التور طبعا، انا في البطاطا على الهواء يعني. طب وهو محمود رضا ما جابهوش من البيئة بتاعتنا، بالظبط. هو يعني هو بتاعنا، مش حد مخترعه يعني. والله انا انتوا قعدتوا طول الوقت على علاقه، قعدتوا طول الوقت على علاقه بمحمود رضا وبفريده فهمي لحد دلوقتي، محافظ اللقب طبعا صح؟ بتكلموا لما يبقى في فرص للمقابله لا بتتقابلوا؟ على طول يعني، كل ممكن كل اسبوع او كل اسبوعين نروح لمدام فريده، لسه بنتدرب معاها لغايه دلوقتي، بتدينا هي معلومات وارشادات، وفي بقى ساعات ملابس يحصل لها حاجه بتاع، مش ضروري لازم نلجأ بقى للوزاره عايزين نعمل، لا هي علمتنا كمان احنا ممكن نتصرف، ازاي نقص ده، ازاي هنعمل ده، ازاي هنجدد ده، ملابس، خطوات، خطه تدريب. يعني احنا دلوقتي شغالين مع مدام فريده، يعني لا هي اللي شغاله معانا على خطه التدريب للجيل الجديد اللي داخل اليومين الجايين دول. لحد دلوقتي متابعين معاها بخطه التدريب. وبتقف هي ما شاء الله، يعني ربنا يا رب يديها بجد ما الصحه، شاء الله. دايما بتقف تدينا الخطوات بنفسها. بنفسها تقول لك دي لازم تبقى كده، والشينيه اللي هو اللفه دي لازم تعلموها للي داخل بالطريقه اللفه دي دي. اسمها ايه بقى؟ شينيه. اوكي، انا بخزن معلومات ليس الا يمكن تفيدني في المستقبل بشكل او باخر. وتفضل متابعه معاك وبتحضر احيانا للتدريب بنفسها؟ لا ما بتحضرش، بس يعني ممكن نصور كل حاجه، واما بنرجع لها الاسبوع اللي بعده او بعد اسبوعين نوريها، هي تقول لنا بقى ده مظبوط ده مش مظبوط، لا نضغط على المنطقه دي، نظبط الحته دي كده. لا، وبتعلمنا كمان التمرين اللي نعمله عشان الخطوه دي ما تاثرش على الولاد او تبوظ حاجه او تعمل رباط صليبي او كده. بتعلمنا التمارين كمان اللي نديها لهم مبدئيا قبل ما نعلمهم الخطوه دي. اللي هو يعني كل حاجة ماشية بشكل علمي جدا ومنسق جدا، علم وفن وموسيقى. انتوا بتجننوا والله.